الحاج في الانكسار، لأن الحاج انكساره ظاهر في ردائه، في إحرامه، في أنه يضحى للشمس، في أنه يدعو ربه في ذلك اليوم. فغير الحاج الصوم يقلل الدم في العروق والماء في العروق، وهذا يضعف البدن، وهذا حال من الانكسار الظاهر. فإذا صاحبه انكسار حقيقي وهو انكسار القلب، انكسار الباطن والزلفة إلى الله جل وعلا، عندما يكون الإنسان صائما ويزدلف إلى الله جل وعلا أنه يعلم فضل الله الواسع، فليس فضل الله محصورا على من وقف في ذلك الموقف العظيم وهنيئا لهم، لكنه كذلك عام لكل من أراد.